بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم إن شاء الله يقال عن ألعاب المنسوج. سبحان الله تبارك الرحمن في خلقه، لنرى معا ماذا يصنع العصفور في الشكل اللي عندنا من هذا. إنه ينسج عشه. طبعا اسم العصفور ده ما اسم العصفور، إنه العصفور النساج. هذا اسم العصفور النساج. طبعا هنا نرى كيفية وكيف يصنع العصفور العش. يعني يجعل الأغصان تتداخل مع بعضها كما نرى، وبالتالي يكون قوية ومتينة، قوية ومتينة. فلنتأمل العصفور وهو ينسج عشه، إنه يستخدم منقاره وأرجله في نسج عشه. طبعا زي احنا شايفين بيستخدم رجليه منقار في نسج العش، وهذا طبعا اسم العصفور النساج. ماذا تصنع المرأة في هذا الشكل؟ طبعا هي تنسج على نول، ده نول يطرس نول يدوي، نول يدوي. ما معنى كلمة نسيج؟ النسيج هو تداخل مجموعتين من الخيوط بزوايا قائمة. تعرف المجموعة الأولى باسم خيوط السدة، وتعرف المجموعة الثانية باسم خيوط اللحم. يبقى عندنا حاجة اسمها خيوط السدة وخيوط اللحم. خيوط السدة اللي هي لونها أصفر، اللي هي بشكل عمودي هذه، وخيوط اللحمة اللي لونها برتقالي كما نرى في الشكل واضح أمامنا هنا. الأصفر هذا خيوط سدة، والبرتقالي خيوط لحم. الأشكال التالية لمجموعة من الأنسجة بخامات متنوعة. طبعا عندنا مجموعة خامات، هنا هذا قش أو أغصان جافة، وهذا خوص، وهذا طبعا خيوط أو أقمشة، وهذا ورق ملون. طبعا نبدأ نوصل مع بعض، نقطعها شوية عشان نبدأ نوصلها مع بعض. الورق الملون، أول شيء الورق الملون نوصل مع بعض. الورق الملون كما نرى اللي هو تحت، طبعا هذا هذا الشكل هذا. طيب بعد كده الأغصان الجافة، وين الأغصان الجافة؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ أحسنتم، هذا أغصان جافة، واضح أن أغصان جافة. خيوط وأشرطة وقماش، هذه ولا هذه؟ أكيد طبعا، برافو عليكم. خوص اللي هو واضح أمامنا هذا. يبقى إذا عندنا الخامات المتنوعة هذه، في عندنا أغصان جافة، في خوص، في أنسجة وأشرطة وخيوط، في عندنا ورق ملون. في ورقة ملون. طبعا واضح أمامنا إن خيوط السدة اللي هي باللون البرتقالي، وخيوط اللحمة خيوط السدة باللون الأخضر، وخيوط اللحم باللون البرتقالي. أول السدة اللي هي تكون عمودي، بعد كده تتداخل معها وتتشابك خيوط اللحمة، تلحم الشكل مع بعض، بحيث إنها تلحم الشكل مع بعض. صدر الإنسان خوف النجاة قبل أن يصنع السفينة في الصيد. طبعا بدأ يستخدم الجذوع والأشجار ويجعلها متلاصقة متراصة جنب بعضها، ويربطها بأربطة كما نرى في هذه الصورة. طبعا الإنسان بدأ يستخدم هذا قبل أن يستخدم السفينة، قبل أن يعرف السفينة. نتعلم معا كيف نصنع طوفا لنلعب به على سطح الماء. زي كما نرى في هذه الصورة، مجموعة من القش وبعض الخيوط متداخلة مع بعضها، طبعا معمولة نسيج منسوجة مع بعضها كما نرى بشكل هذا. هنا أيضا شكل طوف مصنوع من فروع الأشجار أو الأغصان، وبعد كده ومربوط ببعض الخيوط كما نرى بطريقة خيوط السدة واللحم. طبعا عندنا هنا الأدوات والخامات اللي ممكن نستخدمها في عمل طوف الطوف هذا، فيطوف الطوف المائي. يمكننا أن نصنع طوفا مائيا
منسوجا باستخدام الأعواد الخشبية. طبعا هنجيب أعواد خيوط، أعواد وخيوط وقطع من الفلين. الأدوات التي نحتاجها متوفرة هي جذوع الأشجار أو الأعواد، هذه أو هذه، خيوط مختلفة، قطع من الفلين السميك طول 15 سم وعرض 3 سم. الخطوة الأولى نبدأ نجيب قطعة الفلين ونثبت عليها أعواد الخشبية، نثبت عليها أعواد الخشبية بحيث إن كل مسافات قريبة متساوية مع بعضها. خلاص، وقلنا إن الخشب هذا، الأعواد الخشبية هذه هتمثل لا السدة، تمثل لا السدة. الخطوة الثانية نبدأ عملية النسيج بتمرير الخيط بالتبادل، يعني مرة فوق الأعواد هذه نمسك العود، مرة فوق ومرة تحت، مرة فوق ومرة تحت كما نرى في الصورة أمامنا. نبدأ عملية النسيج بتمرير الخيط بالتبادل، مرة فوق السدة من الأمام ومرة تحت السدة من الخلف ليكون بدور اللحم، طبعا اللحم بشكل بعضه ويكون متماسك. الخطوة الثالثة بعد أن ننهي نسج 3 أو 4 صفوف، طبعا 3 أو 4 صفوف من الأسفل، هنبدأ في الأعلى، هنكرر نفس الموضوع اللي احنا عملناه أسفل. الخطوة الرابعة طبعا هنقص الخيوط الزائدة من النسيج، الخيوط اللي هيكون زيادة هذه، ونبدأ مع بعض نربطها بشكل جيد حتى لا تنفك. نلصق قطع من الفلين على الطوافق المائي، قطعة الفلين هذه اللي لونها أحمر هذه أكثر، نثبتها بمفدس الشمع خلاص أو بالخيوط في الأعواد الخشبية هذه، ونضع طبعا الراية هذه اللي هي راية التوحيد خلاص، وهي على المملكة العربية السعودية كما نرى. الآن يمكننا أن نستمتع بعوامتنا المائية التي صنعناها بأنفسنا ونحافظ عليها. طبعا إن شاء الله أعرض لكم فيديو إن شاء الله بإذن الله خاص بكيفية صنع هذه الطوافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.